طبعا مفيش حد ما بيحبش العنب، وطبعا ورق العنب اللي بنعمل منه المحشي. عن العنب وانواعه وازاي نزرعه في البستان الصغير. العنب يعالج الصداع النسي، ويعالج عسر الهضم، ويعالج الامساك، ويعالج مشاكل البشره، ويحسن من مستوى النظر، ويحمي من الزهايمر. انا اسمي سما العريفي، وهتشوفوني في برنامج البستان الصغير. انا اسمي جنى محمود المكاوي، هتشوفوني في البستان الصغير. انا اسمي احمد محمود المكاوي، هتشوفوني في البستان الصغير. انا اسمي فريده محمد بديع، هتشوفوني في البستان الصغير. انا اسمي خديجه احمد بديع رأفت، هتشوفوني في البستان الصغير. انا اسمي اسير سامح، انتظروني في برنامج البستان الصغير. انا اسمي هيا سامح، استنوني في برنامج بستان الصغير. انا اسمي محمد محمود، وانتظروني في البستان الصغير. انا اسمي صلاح الدين عبد كريم، استنوني في البستان الصغير. السلام عليكم. وعليكم السلام. هنزرع ايه النهارده؟ العنب. تمام. العنب من احسن الفواكه اللي بنحبها، تمام، ما نقدرش نستغنى عنها. العنب بيتزرع عن طريقين، العقله والبذر، وفي طريقه ثالثه اللي هي الترقيد الهوائي، تمام. نفس العود بيكون طويل، تمام، بنيجي في حته معينه وبنرقد منه. طريقه الثالثه، هنبدا دلوقتي بطريقه الايه، البذر، تمام. جهزنا التربة وجبنا البذرة نشفناها وحمصناها وبلناها ونشفناها، غسلناها ونشفناها. بعد كده بنجيبها ايه، نزرعها في الخضوزرة، بنزرعها في البوت بتاعنا. تمام. العنب له مميزات كتيرة جدا وفوائد كتيرة جدا. تمام. دي طريقة الايه، زراعة البذرة. بنزرع الأسرية، ومتأكد انها اتغطت كويس، ماشي، عشان الشمس متأثرش عليها، ونسقيها بالمية. تمام. حط في الارض احسن، كله نزل في الارض. نزل اسرتك في الارض، شيلها في الارض، خد ايرو بقى، كله عادي. طبعا عارفين ان العنب له انواع كتيره جدا. العنب من اقدم الزراعات في مصر، يعني من الزراعات القديمة جدا في مصر. في انواع كتيرة جدا للعنب. يعني العنب من اقدم الزراعات في مصر، وله انواع كتيرة جدا، وطبعا بيستخدم فيه منه الورق، ورق العنب بنستخدمه ان احنا ممكن يتعمل محشي ورق عنب، وله فوائد تانية طبية كتيرة جدا. العنب طبعا يعني من الفواكه اللي طعمها كويس جدا، ما ينفعش يعني، ما بنحب نزرعها في البيت او اذا كان في بلكونه او في حديقه عامه او حديقه خاصه. تمام. ورق العنب بذرته بتختلف عن بذر العنب. في ورق بيبقى لونها احمر شويه، وفي ورق بيبقى لونها اخضر. ماشي حبيبي، عبها لك تاني. دي طريقه زراعه العنب بالبذره. تمام. بنجيب البذره زي ما قلنا، بننشفها، ماشي،
ننظفها ونغسلها وننشفها. وفي برضو طريقة تانية زي طريقة الليمون برضو، ان احنا ممكن نجيبها على منديل تمام ونتحط في التلاجة اللي هي فترة الانبات، تقعد حوالي 15 يوم في التلاجة. بنتابعها برضو زي الليمون بالظبط، لو ايه البذرة جفت بنرش عليها مية لغاية لما ايه تبدأ تنبت وتتزرع وهي منبتة، يعني بيكون طريقة نموها سريعة شوية في ده بالنسبة لزراعة البذرة. عن لما تطلع حبة صغننة كده بنشيلها ونزرعها في الـ في الـ في البوت اللي احنا مجهزينه او القصيص اللي احنا مجهزينه تمام. دي طريقة زراعة البذرة. عن زراعة العنب بالبذرة دي طريقة سهلة جدا جدا. اما الطريقة الثانية اللي هي طريقة العقلة تمام، بنكون مجهزين التربة طبعا بتاعتنا، مجهزين التربة بتاعتنا وبنجيب العقلة بالشكل دوت تمام، فيها كذا كذا عين، وبنجيبها نزرعها في ال كده، بنزرعها في البوت بالطريقه ديت، ننزل عين تحت تمام، وتبدا تنبت البراعم، تخرج البراعم. لها طريقه معينه ان احنا بنكون قصينها من تحت مستويه، بنقصها من تحت بطريقه مستويه. العقله بيكون طولها حوالي 15 سنتي، وبنقصها من فوق بطريقة دي كده، طريقة جانبية كده، علشان ايه لو عندنا كمية عقلة بنعرف نحدد اذا كان ما تتزرعش عكس، يعني بنحددها من تحت كده ومن فوق بطريقة ايه جانبية كده تمام. وبنزرعها بالشكل ده هو. بص ايش ايه العنب منه أنواع كتيرة زي ما قلنا، العنب البناتي والعنب الفليم والعنب كذا نوع يعني من أنواع العنب. وفي العنب في أنواع حديثة مستخدمة يعني مستحدثة من العنب، منها الفليم والكريمسون تمام. في انواع من العنب، في نوع في كثير البذر، وفي انواع العنب البنتي والعنب في انواع فيها بذر وفي انواع ما فيهاش بذر يعني. فاحنا طبعا لما بنيجي نزرع بنختار النوع اللي فيه بذر عشان نعمل عمليه تكسر منه، ان احنا نجيب الحبايه منه اللي فيها بذر. اما الانواع الثانيه عديمه البذور دي بتزرع ممكن غالبا عن طريق العقله او عن طريق الترقيد الهوائي تمام. دي كده زرعنا الايه الطريقتين، زرعنا زرعه البذره وزرعنا طريقه الايه العقله تمام. بعد ما بنزرعهم بناخدهم مكان الصوبه او المكان الحضانه بتاعته، بنحطه فيها لغايه لما يبدا ايه يبدا يخرج. طبعا بعد ما الاطفال زرعوا نبات العنب مشوا وحطوه في البيت المحمي اللي هي الصوبه تمام، بيكون فتره رعايه ان هو بيبدا يخرج بقى ويبدا ينبت البرعم بتاعه من 15 يوم لشهر، شهر ونص بكتير، وبيكون بدا يخرج اللي هيخرج منه بيخرج يعني. بنرعيه طبعا وبنرويه كل مثلا حسب درجه حراره الجو، ممكن كل يومين مره او ممكن كل اسبوع حسب اذا كان شتاء او صيف. العنب طبعا زي ما احنا فاهمين انه له فوائد كتيره جدا، بنستخدم اوراقه في الاكل وكده. و العنب له انواع كتيره جدا، منها السبيريو ومنها الفليم ومنها التومسون ماشي، ومنها في كذا نوع يعني من انواع العنب، وفي انواع لها اماكن معينه بتتزرع فيها تمام، وفي انواع بتتزرع في اي جو يعني. ده من العنب طبعا، ورعناه لغايه لما كبر وبدا يخرج بالشكل ده. بعد كده دي طبعا عمليه زراعه العقله، وله طبعا كذا طريقه زي ما احنا قلنا، زراعه البذره او العقله وطريقه الترقيد الهوائي.
في خلال الفترة دي، خلال لما بيكبر شجرة ويكبر، احنا في كل سنة بنعمل عملية تقليم له، تمام، بحيث ان يدينا طرح اكتر في السنة اللي بعدها. بالاضافة اللي احنا خلال فترة الطرح بين العنقود في عنقيد بيتخف منها بعض الحب علشان الحبات ما يكونش صغيرة جدا وما يكونش فيها النمو اللي احنا عايزينه، يكون حبات كويسة، فبنشيل بعض الحبات بنقصها ونراعيها خلال الفترة اللي لغاية لما تنطق وتكبر في نهاية شهر أغسطس. يعني هي بيبدأ ينطق العنب ويطيب في نص أغسطس بالضبط، يعني بعد كده بنبدأ بقى نقطفه ونستعمله الاستعمال الطبيعي بتاعه. وبكده يكون عرفنا ازاي نزرع العنب عن طريق البذرة، وازاي نزرع العنب عن طريق العقلة، تمام، وتعلمنا ازاي نحافظ على العنب، وعرفنا بعض أنواع العنب ايه، تمام، وعرفنا ازاي نخلي الشجرة عندنا تطرح كمية كبيرة جدا، ان احنا بنعمل لها عملية تقليم، تمام، ونشيل الزيادات اللي فيها علشان العنقود يشيل ويكون اكبر كثافة ويدينا ايه الحب اللي احنا عايزينه وناكله. ده العنب اللي هو التومسون، تمام، يعني اللي احنا زرعناها دي العنب اللي التومسون، تمام. ونتمنى طبعا، نعم، العنب الحب اللي هو بيتباع في اللي انت بتاكليه دوت، اللي بيتحط في طبق الفاكهه وكده يعني، تمام، ويستخدم عصير، ويستخدم طبعا في منه اصناف، في نوع صنف بينفع زبيب، تمام، اللي هو بيكون ما فيهوش بذر، ده بيستخدم في الزبيب، وفي اصناف ثانيه اللي هي بتستخدم في العصير، تمام، في اصناف كثيره في العنب يعني احنا بنستخدمها وبناكلها. هو اللي بيستخدم في صناعه الزبيب؟ اه، في نوع من العنب، من انواع العنب بيستخدم، هو الزبيب عباره عن عنب في الاساس، ففي بعض الاصناف منه بتتاخد في عمليه الزبيب، تمام. وده يكون عرفنا وتعلمنا، ويا رب يكون استفدنا من طريقه زراعه العنب، واستفدنا ان احنا لو عندنا عنبه في البلكونه او في البيت نعرف نراعيها ازاي ونزرعها. صراحة رائع، وأنا أول مرة أشوفه الحقيقة، في فكرة البرنامج كويسة أني عرفتنا على مكان جديد في النادي. أنا جيت كتير وأول مرة أعرف أن في مشتل هنا أساسا. يعني طبعا فكرة جميلة قوي، فكرة الزرع نفسه بالنسبة للأطفال يعني حاجة رائعة، يعني هو اتبسطوا كتير الحقيقة. يعني أنا بشكر طبعا فكرة البرنامج، وبقول أن هو بالنسبة للأطفال دي حاجة كويسة، وإحنا نتمنى أن يبقى في برامج من هذا النوع كتير الفترة اللي جاية إن شاء الله. ممتاز، رائع، رائع جدا. يعني أنا أول مرة أعرف أن في حاجة بالجمال ده عندنا في النادي، فكرة ممتازة، وفعلا انا يعني بهني وبشجع المسؤولين على كده. يعني حاجه حلوه قوي ان يخلوا الاطفال يزرعوا، يعرفوا الزرع ايه، يعرفوا خطوات الزرع، حاجه مفيده جدا، اشجعكم عليها. ما شاء الله كبير جدا، وانا اول مره اشوفه بصراحه النهارده، بس هو ما كنتش متوقع انه كبير قوي كده وان هو جوه النادي. يعني انا اول مره النهارده اشوفه واجي المنطقه بتاعه المشتل دي، تحفه بصراحه، عجبتني جدا. والله هي فكرة ممتازة بصراحة ان الولاد يتعلموا يعني ايه زراعة، ان هم ييجوا يشوفوا الخضرة، يبقوا على تواصل مع حاجة زي كده، ان هم يعرفوا ازاي يزرعوا، ان في مكان اساسا بيهتم بالبيئة وبالزراعة جوه النادي. دي حاجة كويسة جدا، النشأ الصغير يتربى ان هو يبقى عارف يحافظ على البيئة ويهتم بيها وينميها. ربنا معاكم ويوفقكم، ونتمنى دايما ان انتوا تعلموا ولادنا حاجات جميلة كده باستمرار.